السلام عليكم. جينا اليوم منطهروا أولاد إن شاء الله، ونشكر كل مساهمة في هذه المبادرة الخيرية، الجمعية من سواء الجمعيات أو من مديري المستشفى، كل الطاقم الطبي، وصحة رمضانكم، ويا الله يحفظ بلادنا إن شاء الله يا ربي، والله يكثر خير لسام كل مساهم وكل الجمعيات وكل مساهمة في هذه المبادرة إن شاء الله. قام التكتل الجمعوي بالتنسيق مع المستشفى المختلط لبلدية عمي موسى بختان حوالي 160 طفل كانوا يعني من كل نواحي أو بلديات المنطقة، يعني بمعنى يعني هذا لا يقتصر على منطقة عمي موسى فقط، وإنما كانت الختان، عملية الختان هذه مستقطبة من طرف مجموعة من الأطفال من كل المداشر والأحياء والدواوير التابعة للبلدية، وخاصة المناطق الظل. هذه العملية عملية الختان الجماعي التي تمت بالتنظيم والتنظيم المشترك بين المستشفى المختلط عمي موسى والتكتل الجمعوي لبلدية عمي موسى، وغادي تكون عملية الختان الجماعي متواصلة إلى غاية ليلة 27 إن شاء الله ربي. إن شاء الله بربي غادي نسيو ونجربو نختنو الماكسيموم إن شاء الله يا ربي، على شرط تكون تتم هذه العملية بشكل منظم وصحي ومع احترام جميع الشروط الوقائية، وإن شاء الله يا ربي نبلغو عدد أكثر من العام الماضي إن شاء الله يا ربي. أحسن، كانت على أحسن ما يرام من حيث التنظيم ومن حيث العمل، ولقد قمنا ب 30 حتى 40 يوميا. نشكر الطاقم الطبي والطاقم الشبه طبي والمنظمين وحتى التكتل الجمعوي على هذا المجهودات الجبارة، وشكرا ومرحبا بكم انتم ثاني عندنا. وكانت العمليه ناجحه في الحق، ما كان حتى مشكل، وقمنا بختان واحد 160 طفل بالتنسيق مع التكتل الجمعوي. في الحق التكتل دائما في مساعده المستشفى ومساعده المعوزين، ومشي غمليو من السنوات الماضية الحق كان هذا التكتل الجمعوي يقوم بأعمال خيرية على المستوى ضايات عمي موسى وحتى المناطق النائية، وفي الحق العملية الختان كانت في الحق ناجحة، ما كان حتى مشكل، وهي متواصلة في الحق حتى نهاية شهر رمضان المعظم. وبإذن الله تبارك وتعالى بالأمس ختنا تقريب 30 طفل، واليوم ستكون العملية كذلك لتختين 30 طفل معوز، وبإذن الله تبارك وتعالى مستمرة هذه العملية كما قال الزملاء. تتواصل العملية إن شاء الله إلى غاية نهاية الشهر الفضيل، ونقول للجميع اللي ختموا وليداتهم كل شيء مبروك عليكم، وربي يرزق الصحة إن شاء الله، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.